رغم عدم تحيين موقع حزب التجمع الوطني للأحرار واكتفائه بتعداد نشاطات وزرائه وانغلاق الحزب على نفسه مدة طويلة، لم يجد حرجا صلاح الدين مزوار الأمين العام لحزب الحمامة في الإعلان اليوم الثلاثاء في ندوة صحافية عن إطلاق مبادرة إلكترونية أسماها الحزب بأشبغيت البلادي، يتفاعل فيها المواطنون مع الحزب ويكتبون فيها للموقع أشبغاو. أشبغيت البلادي هي مبادرة لإخضاع الحزب للتواصل عبر القنوات الإلكترونية. الهدف ديالها هنا هو أنه يكون هناك إشراك وتشارك وتفاعل مع المواطنين. كاين 17 مليون ديال المواطنين اليوم مغاربة اللي هما في الإنترنت. 17 مليون معنا 50% من الساكنة ديال المغرب اللي عبر هذه القنوات هذه كتسمح لنا باش نوصلوا لها مباشرة وباش نتصنتوا لها مباشرة وباش نشاركوها كذلك في كل القضايا اللي كتهم الشأن الوطني. شنو بغينا لبلادنا، كيفاش كنشوفوا المغرب ديال غدا، شنو هي الأولويات اللي خصنا نخدموا عليها، هذه كلها أرضية للنقاش وإغناء النقاش وإغناء أفكار كذلك ديال الحزب. وعن إطلاق هذه المبادرة أياما قليلة قبيل الانتخابات، ينفي مزوار أن تكون هذه الأخيرة سببا مباشرا لانطلاق المبادرة، فيما اكتفى باستعمال لغة الخشب في الإجابة عن أسئلة الصحافيين، بل وتعدى ذلك عندما نسي أو تناسى أن يجيب على أسئلة بعض الصحافيين، ومن بينها تلك التي ألقاها صحافي قناة شوف تيفي. وهذه مبادرة اللي غادي تستمر، لا علاقة لها بالانتخابات، ماشي مسألة مرتبطة بفرصة انتخابية، هذه أداة للتواصل داخلة في استراتيجية ديال التواصل الإلكتروني ديال الحزب واللي أعلنا عليها اليوم. يبدو أن خطاب الملك محمد السادس في عيد العرش كان واضحا ومفهوما، إذ شدد على ضرورة تنمية العالم القروي والفئات المهمشة والتي لا تدخل في قواميسها عبارة الإنترنت أو الهاشتاغ التي أسهب في إعادتها منشطو ندوة حزب الباترونة. الرهان الحالي هو الانفتاح الأحزاب على المغرب، يعني بكامله، المغرب النافع والمغرب الغير نافع، خاصة العالم القروي. الخطاب الملكي الأخير يعني أشار لهذا المشكل ديال تهميش العالم القروي، ولكن هذه المبادرة رغم كل حسن النوايا راه كتبقى ضحية ديال المغرب الرقمي، يعني غادي تبقى محدودة في المدن. وشنو هو الحل ديال الناس اللي في البادية اللي ما عندهمش الانترنت؟ شكرا. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هذا لو بوطون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.